تنساش اللي راهو ضغط كبير ياسر، 38 يوم راح ثلاثة ماتشوات كونتر زوج جماعيات اللي قاعدين يلعبوا. شفت اليوم الإطوال ظهرت لي هي اللي هي قاعدة تلعب في الماتشوات نتاع الشامبيون ليغ، لاسبيرونس كيف كيف، دونك لازمنا نخدموا لرواحنا وإلى حد الآن قاعدين نحاولوا نلعبوا وإن شاء الله على القريب نرجعوا للفورمة نتاعنا. اليوم الاتحاد المنسين وين يحب يكمل في الترتيب؟ هذيك هي المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة نتاع الملاعبية الضغط الإيجابي، وين يلزمكم تكونوا؟ راه فما زود ضغوط في الكرة، فما الضغط السلبي اللي تلعب على الطيوح، فما الضغط الإيجابي اللي تلعب على الطلوع. الضغط الإيجابي هذاك برشا ملاعبية مأثر عليهم، وإن شاء الله على قريب لازمنا نخدموا ذهنيا بسيكولوجيا برشا باش الملاعبية يعرفوا أنه نلعب على الضغط الأولاني اللي هو الإيجابي خير من الضغط السلبي. صحيح والله قاعدين نقدموا معنا في كره باهيه، سيرتو معنا خاصه في طرح لاسبيرانس وطرح اليوم. صحيح ما دخلناش طرح اليوم معنا في لونتام بالقدا، صحيح هذا ثاني ماتش معناها دي ريتور ومازال معنا برشا ماتشوات، وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. اليوم الاتحاد المنستير وين يحب يكمل في الترتيب؟ في الترتيب ان شاء الله معناها كيف ما بدينا، معناها باش نمشي وان شاء الله دزيام ان شاء الله، ومازال كيف ما قلت لك مازال عام طويل ان شاء الله، ونعود جمهور المستير ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.